طبعا الحارس اللي كان في الصورة وممكن ينضم طبعا ايضا المنتخب وكان في قائمة الاربعين محمد فوزي، طبعا الحارس الرائع للنادي الاسماعيلي. يا محمد مساء الانوار. انا الوضع كابتن مدحت، عامل ايه؟ اخبارك يا ايه؟ رب تكون بخير يا محمد. ربنا يخليك يا كابتن. يا رب. الاول عايزين الاسماعيلي يشد حلو يا محمد. ده اكيد يا كابتن ان شاء الله، واجبنا بقى الفترة الجاية ان شاء الله نشد كده وربنا يكرم باذن الله. يعني في بوادر يعني خير هنحس بيها؟ اكيد يا كابتن ان شاء الله. الموقف طبعا صعب، بس طبعا احنا اللي قادرين نطلع النادي من اللي هو فيه، وباذن الله ان شاء الله يعني الماتشات الجايه الجمهور هيشوف حاجه مختلفه باذن الله. هايل. وانتوا لعبتوا ماتش سموحه حلو قوي والله يا محمد، بس ما كانش عندكم حظ. التوفيق مش معانا بصراحه يا كابتن. صحيح، انا بموافقك جدا. قول لي، عرفت ازاي استبعادك من القايمه ومكالمه الحضري معاك قال لك اتفضل يا محمد؟ لا يا كابتن ما فيش والله. بعد كان عندنا تمرين النهارده، دلوقتي بعد التمرين كان خلص تقريبا على الساعه 4 4 ونص كده، فكانت القائمه نزلت يعني. عرفت من زمايلي، بس الحمد لله يعني، بقول الحمد لله. كان طبعا كان نفسي ابقى موجود، بس برضو الخيره فيما اختاره الله، وطبعا دي وجهات نظر لازم الواحد يحترمها، وبتمنى التوفيق طبعا للمنتخب باذن الله ولزمايلي وحراسه المرمى بالذات يعني، وان شاء الله البطوله تبقى مصريه باذن الله. يا رب يا محمد. الحضري ما كلمكش؟ كلمني، كلمني تقريبا على الساعه 6 كده النهارده، يعني قال لي ما تزعلش، وقال لي يعني انت موجود من الخمسه اللي كانوا في القائمه المبدئيه، دي حاجه كويسه ليك. ان شاء الله تبقى موجود معانا الفتره اللي جايه، بس طبعا ده هتوقف على مستواك. وطبعا يا كابتن هي دي حاجه يعني ان شاء الله باذن الله، دي بدايه ان انا ابقى كويس، مش حاجه تخلينا ازعل طبعا. يعني، دي حاجه تخلينا ان ابقى احسن باذن الله. بص يا محمد، يعني خلينا نقول بمنتهى الصراحه، رغم ان النادي الاسماعيلي لا يؤدي هذا الموسم وان شاء الله يكون افضل فتره جايه زي ما انت قلت، ان شاء الا الله. انه اختيارك من نادي بيحتل المركز قبل الاخير دي حاجه محترمه ليك جدا ضمن افضل خمس حراس في مصر. طبعا حاجه يعني، طبعا النادي الاسماعيلي يا كابتن نادي كبير، سيبك من الموقف اللي احنا فيه دلوقتي، هو نادي كبير واسمه كبير، هيفضل طول عمره اسمه كبير. والمواقف دي عدت على النادي كتير، بس ان شاء الله باذن الله احنا بنقدر نعدي منها، وبيقدر النادي يرجع زي الاول واحسن. فيعني الحمد لله انا بحمد ربنا، الفتره اللي فاتت كانت صعبه على الفريق، بس قدرت ان انا ابقى موجود في القائمه المبدئيه، دي حاجه طبعا تسعدني وتشرفني، وبرضه تدي امل لكل اللاعبين مصر اللي بيمشي كويس مع فريقه، حتى لو ظروف الفريق مش مساعداه او الفريق مش كويسه بيروح المنتخب، ودي حاجه ما كانتش موجوده قبل كده الصراحه. صحيح، يمكن هو اختار طبعا زمايلك محمد الشناوي وابو جبل ومحمد صبحي ومحمود جاد. انت ما كنتش موجود في قائمه كاس العرب، لكن هل كنت متوقع ان ممكن تبقى موجود في الاربعه؟ كنت متوقع، كنت أأمل إن أنا أبقى موجود، وطبعا ده كان طموح بالنسبة لي إن أنا أبقى موجود زي زمايلي، ما كان عندهم طموح طبعا اللي هم يبقوا موجودين. أنا بيبقى عنده طموح، أي لاعب طبعا لازم يبقى عنده طموح اللي هو يبقى موجود، فإحساس طبيعي إن أنا كنت بفكر إن أنا أبقى موجود. طبعا وكلام يعني كلام كابتن حضري عصام الحضري ليا إن أنا كنت موجود، ممكن كنت أبقى موجود في قائمة كأس العرب كمان قبل ما يسافروا، بس طبعا كانوا بعتوا القائمة وكده. فالحمد لله الواحد في الصورة يا كابتن، دي حاجة كويسة. وبعدين في حراس مرمى كتير في مصر، حراس كبار، واللي أنا أبقى من خمسة اللي كانوا في القائمة النهائية المبدئية دي، دي حاجة برضو كويسة ليا، بداية كويسة جدا ليا إن شاء الله. جدا. إن شاء أنت الله. عندك كم سنة يا محمد؟ أنا داخل في 29 أهو يا كابتن. جميل، إن شاء الله هيكون لك نصيب قريبا بإذن الله، طول حبيبي ما أنت محافظ زي ما قالك كابتن عصام على مستواك وعلى يعني قدراتك الجميلة اللي احنا نعرفها إن شاء عنك، الله. إن شاء الله تكون قريبا مع المنتخب بإذن الله يا محمد. حبيبي يا كابتن، حبيبي يا أشكرك يا حبيبي، وكل شكرا التوفيق كابتن. ليك وكل التوفيق للنادي الإسماعيلي. يا رب إن شاء الله، إن حبيبي يا شاء كابتن، الله. حبيبي، مع السلامة كابتن. أشكرك يا حبيبي، شكرا جزيلا. شكرا.